السداد والتوفيق والنجاح. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التواصل يستمر وأشواطنا في يوم الإبداع في سن الإذاعة في استمرارية. انطلاقات هذا الصباح الرياضي الجميل في هذا الاندفاع، انطلق شوط المهجنات الابكار الإذاع في الستة كيلو مترات عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحقيقي والمباشر من تحفة الميادين ميدان المرموم. انطلقنا لنتابع تبادل المراكز في هذه الشعارات الجميلة والرائعة. ننطلق مع المركز الأول والمركز الأول. هذه سماح تتقدم على مقدمة الشوط، سماح وحمد بن راشد بن غدير يتقدم الواثق على المقدمة بهذا الاندفاع والانطلاق. إرصاد تأتي في المركز الثاني وتندفع كذلك بهذا التحدي. مبارك بن حمد بالعود العامري يتقدم بمسلم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث ثالث المراكز تواجد الترف، ترف سعود بن علي بن عبد الله الحبسي على ثالث المراكز، بالرملياتي على المركز الرابع ليقدم لنا سفاره، سفار سهيل بالرملي بن محمد العامري على رابع المراكز. اما المركز الخامس فتواجد في خامس المراكز من قبل بنت عشاق سالم بسهيل بن صالح العامري، يقدم بنت عشاق على المركز الخامس. المركز السادس وهذه سيوف في سادس المراكز. المركز السادس وهذه سيوف تتواجد، يتقدم سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطيره العامري في المركز السادس. المركز السابع تواجدت اليمامه تتقدم راشد بن محمد بن راشد المنصوري، ياتي باليمامه بالنخيرات يتقدم على المركز الثاني وشعاره مع جود عبيد بن سهيل بن خيرات العامري. المركز التاسع هذه تتواجد الظبي لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي. المركز العاشر شعار بن سليم اهل المدام يتقدمون، وهذه حضور تشكل حضور جميل ورايح حمد بن سالم بن سليم الكتبي. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. بعد العشر المراكز بنعود مع الرقص ومع هذه الرباعية الجميلة اللي انفردت. الأربع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، الأربع المراكز اللي يرت الشوط. سفارة تقدمت على مقدمة الشوط. سفارة سهيل بن رملي بن محمد العامري غيرت إلى مقدمة الشوط. المنافسة لها ترف سعود بن علي بن عبد الله الحبسي تأتي في المركز الثاني. المركز الثالث إرصاد مبارك بن حمد بالعود العامري يقدم إرصاد على المركز الثالث في هذه الأرصاد الجوية الجميلة في هذا الصباح. المركز الرابع رابع المراكز وتأتينا في هذه الانطلاقة سماح تتواجد في هذا الاندفاع الواثق. حمد بن راشد بن غدير يقدمها، بينما المركز الخامس. الأربع المراكز يرن الشوط ومسافة بين الأربع وبين بقية المراكز. بناخذ هذه المجموعة اللي أتت من دفعة كذلك بقوة، هذه بنت عشاق سالم بسهيل بن صالح العامري على المركز الرابع. يا مرحبا يا ابو حمد امجاد سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم في هذه الانطلاقات والاندفاعات الجميلة. تتواجد سمحة لسالم بن معيوف بن سالم الدرعي على المركز السادس. ساير سهيل شوي بنكمل العشر. المركز السابع في هذه اللحظة اليمامة راشد بن محمد بن راشد المنصوري. المركز التاسع بن خيرات يقدم لنا جود
عبيد بن سهيل بن خيرات العامري والمركز العاشر هناك من الجانب الآخر تدخلت في هذا الاندفاع. شعار صالح بن محمد بن سالمين العامري يتواجد مع نجود في هذا الانطلاق في هذا الوجود. محمد بن سالمين بن مبارك العامري وبن سليم انطلق على المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى. هذا ندانا الثاني، هذا ندانا الثاني مشاهدين الأعزاء للعشر المراكز الأولى المهجنات. الشوط سريع ما شاء الله، الشوط سريع والأداء جميل. الإذاع يأتي فيه الإبداع. نعود إلى سفارة، إلى سفارة 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 على مقدمة هذا الشوط. بالرمل يقود الشوط، بالرمل يقود السفارة، بالرمل سفير في نجوم الأصايل يتقدم دائما بالانطلاقات والتحديات في هذا الاندفاع على قيادة الشوط. أبو سالم يتصدر المجموعة، ولكن هنا الشاعر، هنا أبو مسلم يأتي بهذا الاندفاع مع المركز الثاني أرصاد. مبارك بن حمد بالعود العامري يتقدم على المركز الثاني مع هذه الانطلاقات. الحبسي على المركز الثالث، ولكن ديروا بالكم من الشبل، ديروا بالكم من بندري. غادم 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 أبو حمد. أمجاد يبغي يحوز على الشوطين، على الشوطين يبي النقطة الثانية. فالمحليات انتزع في هذا الصباح أول الأشواط. يقدم الواصلة، يقدم أمجاد. أمجاد سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم على المركز الثالث، على المركز الثالث. الله الله، بدت الأمور، بدأ انحنى الميدان، بدأت مشاهدينا الأعزاء 1200، بدأت زاوية الاتجاه، بدأت روحة الإعلان إلى 1200، إلى 1200 في هذا الانطلاق. بالرملي، بالعود، بندري، ثلاثية جميلة، ثلاثية جميلة على على الثلاث المراكز الأولى. والجماعة قادمون. اليمامة، اليمامة مع المنصوري وبن سليم كذلك قادم. الكيلو الأخير، الكيلو الأخير في مسار هذا الشوط. ما طاعت سفارة سلم، ما طاعت سفارة سلم في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. بالرملي، 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 راعي المتحد. ولكن أمجاد، أمجاد انطلقت على المركز الثاني. سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم مع أمجاد وسفارة بالرملي على المقدمة، سفارة بالرملي على المقدمة. وارصاد بالعود في المركز الثالث. يا سلام المهجنات، الإذاع في يوم الإبداع في هذا الجو الرياضي، في هذا الجو، في هذا السماء الملبد بالغيوم، في هذا الصباح الجميل، في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام، نفس السيناريو في الشوط الأول. كان بندري وبالرملي على المركز الثاني، ولكن في هذا الشوط الله يا سلام، بالرملي على المقدمة، بندري على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، نجوم من نجوم الرياضة من قدموا الأصايل، من قدموا هذه الانطلاقات. تهانينا يا بالرملي، تهانينا أبو سالم، يستاهل الفوز والناموس. وهذه سفارة، سفارة قدمت هذا الأداء من البداية. تهانينا سهيل بالرملي بن محمد العامري، وسلام له المصانع الجنوب، سلام وتحية. أمجاد في المركز الثاني، سالم بن حمد بن دري الفلاحي أتت في المركز الثاني. المركز الثالث، بنشوف الثالثة. هذه اللي وصلت اليمامة لراشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري. المركز الرابع مبارك بالعود العامري. والمركز الخامس اللي وصلت في الظبي لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي. هكذا كان الشوط، هكذا كانت المهجنات، هكذا كانت سفارة بقيادة الشوط من البداية وحتى النهاية. بنشوف التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون، أكيد 9 دقائق، ولكن 4 ثواني و8 أجزاء من الثانية. سلام بالرملي، سلام على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني 9 دقائق 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. سالم بن محمد بن دري قدم أمجاد على المركز الثاني. المركز الثالث، بنشوف توقيتها الثالثة على شاشة التلفزيون مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الأداء وهذا الانطلاق. 9 دقائق 12 ثانية
وجزئين من الثانية من حلة اليمامة لراشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري. هكذا كان الشوط، تهانينا للجميع.